أوقفت السلطات الفرنسية 5 مشتبه فيهم في إطار التحقيقات بشأن العثور على عبوة ناسفة بدائية صنع غربي البلاد. يأتي الإعلان عن هذه التوقيفات غداة مقتل امرأتين طعنا بسكين في محطة القطار الرئيسة في مارسيليا جنوبي فرنسا على يد رجل قتل برصاص جنود كانوا في دورية أمنية في اعتداء يتجه التحقيق فيه إلى فرضية العمل الإرهابي.